أنا نجلة سامي، زوجة الشهيد العميد عامر محمد عبد المقصود، نائب مأمور قسم كرداسة، اللي استشهد يوم 14/8، يوم فض اعتصام النهضة ورابعة. أحب أتكلم عن عامر الإنسان وعامر ضابط الشرطة. الاتنين ما يعني هما الاتنين شخص واحد. عامر كان إنسان محترم جدا جدا، وكان خير إلى أبعد ما تتصور. يعني عايزة أقول لحضرتك إن هو أعمال الخير عنده دي كانت حاجة في دمه. عامر كان كل الناس بيحبوه. كان الأول عامر في بداية حياته يعني كان اشتغل في القطاع الأمن المركزي، وبعد كده راح الحراسات الخاصة للوزراء إلى أن تم نقله لمحافظة الفيوم. قعد فيها 9 سنين، قضى 7 سنين منهم في مركز سان نورس. كان نائب مأمور هناك، وكان كل الناس بتحبه جدا 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 على تواضعه. بعد كده اتنقل لمصر، وأول ما جه على مديرية أمن الجيزة، قعد فيها 2 شهر. وبعد كده اتنقل ان هو يمسك نائب مأمور اسم كرداسة. كان عامر برضو هناك عمل صداقات كويسة ما بينه وما بين الناس. كان ملقب بشيخ العرب لأنه كان بيحل مشاكل طار كتير جدا جدا كانت موجودة ما بين جميع العائلات. يعني بعض العائلات هناك اللي هي بقالها 10 سنين كان عامر بيحلها في قعدة. كان كتب مقولة كده، قال يا رب وإن نامت أجزائي تحت التراب، هب لي ناس يدعون لي دون ملل. فأنا طبعا قريت الكلام ده لأن أنا كنت بتكلم معاه على الفيسبوك، فقلت له إيه الكلام اللي أنت كاتبه ده، يعني ليه أنت بتقول كده؟ فقال لي ما تاخديش في بالك، أنت إيه رأيك في الكلام اللي أنا كاتبه؟ فأنا قلت له هو كلام كويس، بس ده كلام واحد مودع دنيته، ان هو ابتدى يقول بيردد كل الناس اللي ماتت ان هم وحشوه. بعد كده يعني انا قلت له هنقوم نصلي صلاة الفجر وهو في الشغل. الساعة 10 الصبح كلمني، لما انا عرفت، انا طبعا كنت عارفة ان في فض اعتصام هيتم، هو ما قاليش حاجة، بس انا وصل لي معلومة يعني من احد اقاربي ان هو صحفي، فقال لي في حاجة هتحصل الفجر. الساعة 3:30 بالدقيقة انا يعني كلموني اهله في الدقي، انتي كلمتي عامر النهاردة وسمع صوت، في ايه؟ قالوا اني عامر استشهد في التوقيت ده. فقلت لهم انتوا كدابين، انا لسه مكلمه ما بقاليش 1/2 ساعة. اللي انا اعرفه اني مش واحد ولا اتنين، هما تقريبا كانوا 7 أو 8. عامر اتاخد بره الاسم خالص، ما كانش مع الشهداء اللي كانوا موجودين في مسجد الشاعر. هما قالوا له تعالى واخرج الخروج الامن. ساعتها هو كان عامر في اليوم ده كان تاني يوم لي صايم 6 أيام البيض، فقالوا له تعالى، ودخلوه تقريبا على ما اسمع ان هم دخلوه سوبر ماركت وقفلوا عليه الباب من بره، وقالوا له ان انت يعني تقعد موجود هنا وهنشوف الدنيا من بره ماشيه عامله ازاي وكده. وما كانش متخيل منهم الخيانه والغدر ده كله. وبعد كده اللي احنا يعني عرفناه اني خرج بره وجاب له ناس. بعد كده ايه اللي حصل الله اعلم. احنا شفنا عامر وهو متقطع شرايين ايده، وبعد كده شالوه على عربيه 1/2 نقل وودوه نهيه، اتجرد من ملابسه، اترمى عليه ميه نار، ضربوه بمواسير حديد على مخه. وفي واحده اسمها ساميه شنان كان قعدت تضربه بالشبشب وهو ميت. يعني هما قعدوا يلفوا بيه وهو كان فيه الروح، يعني ان كان ممكن يتلحق،
بس طبعا الجبروت وان دي ناس ما تعرفش ربنا ابتدوا يعني تعمل عليه حفلة تعذيب لغاية ما خلصوا عليه. انا شفت الفيديو بتاعه، كان حاجة بشعة جدا جدا جدا. القاتل اللي قتل الشهيد عامر هو مش واحد، هما كتير اللي انا اعرفه من ناس طبعا كانوا موجودين وحكوا القصة والكلام ده كله، ان هم عيلة غزلان، عيلة محمد ناصر غزلان. ده هو الخطط لمجزرة كرداسة. هو هربان حاليا دلوقتي في ليبيا غالبا ما، واشترك في تعذيب عامر مجموعة كبيرة منهم رشيدة، محمد رشيدة. محمد رشيدة ده كان محبوس عنده، اللي هو تم قتله الأسبوع اللي فات لما ضرب رصاص على الكمين وهم صفوه طبعا. فكان ده أساسه، عامر كان عامل له كشك قدام الاسم وماله له بضاعة علشان يسترزق منه. ده السفير الألماني بعت لي برقية تعزية على أساس إن هو كان موجود في مصر وكان في حادث مروري حصل أثناء ما كان الشهيد على قيد الحياة، كان على الطريق وهو راح يعني يخلص الموضوع. فلما عرف إن ده عامر الإنسان اللي هو قدم له الخدمات دي كلها، هو اتأثر جدا جدا بالواقعة بتاعت مذبحة كرداسة، فبعت برقية تعزية. فأنا عايزة أقولك إن القصاص إحنا يعني لازم نقتص من الناس دي. والقضاء أنا مش شايفة أي حاجة بتتعمل خالص، يعني القضاء ساكت. الناس اللي اتقبضت عليها، طب إحنا بقالنا 7 شهور ما شفناش أي محاكمات.